يقول: ما حكم المال المكتسب من التمائم التي تستخدم لجلب الرزق؟ لا يجوز كتابة التمائم إن كانت التمائم فيها شرك، وفيها دعاء لغير الله، وفيها أسماء مجهولة، هذه حرام بالإجماع، لا تجوز، ولا يجوز عملها ولا بيعها ولا تعليقها. أما إن كانت من القرآن ومن الأدعية فهذه محل خلاف بين العلماء، من العلماء من أجازها لأنها ليس فيها محذور، ومنهم من منعها لأنها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا عام، لم يستثن الرسول، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز تعليق التمائم، ولا يجوز أن تعلق من أجل جلب الرزق. الرزق بيد الله، وليس تعليق التمائم سبب للرزق. سبب للرزق الكسب الحلال والاشتغال والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، هذه أسباب حصول الرزق. نعم.